راح ابدا المحاضره باللي هو الرد على جواب زميلتكم اللي هو انه ايش يعني المحاكاه. وانا حاطط لكم في الواجب لينك تروحوا عليه عشان تعرفوا ايش يعني محاكاه. خلينا ندخل عليه اوريكم كيف ندخل عليه. شايف انا بموقعكم هنا نشاطات اثرائيه، رابط يشرح دروس حول المساحه والمحيط باستخدام برنامج جيوجبرا. خلينا ندخل على هذا الموقع، احنا ندخل على هذا الموقع اللي هو موقع قطوف المعرفه. شايف هياته، هو دخلني مباشره على مين؟ على درس. انا هذا ما بيهمني الدرس، مش هو هذا الدرس المحاكاه اللي انا بدي اياه. فمن خلال هذا الموقع يعني ما عرفت ادخل عليه من هنا، بقدر انا اسكره بالمره هذا واروح ادخل على موقع قطوف المعرفه اللي حاطه في اللينك تاعه، اللي هو ممكن تدخل على براوزر انت، اي براوزر مثلا فتحت الاكسبلورر، هاي شايفه فتحت جديد نسخه جديده، وبكتب هون www.q هياته. شايف كيف العنوان تاعه قطوف.com، موجود عندكم الموقع تقدروا تشوفوه بسهوله اذا ضغطنا عليه. طبعا انا هذا من باب ايش يعني، من باب انه انت ما ظلك مقيده بجو المدرسه او جو الجامعه فقط والكتاب وخلص. الاصل انه حاب يتوسع بتعلم من اماكن اخرى. الان لو جينا على موقع قطوف، شايف هذا الموقع الرسمي تاعهم هون لايك بوب اب ما بنياه. تعالي هون في عندهم تعليم الكتروني. لو دخلنا على التعليم الالكتروني الخاص فيهم، نصبر شوي عليه. هلا راح يطلب منك يوزر نيم باسورد. طب انا ما عندي يوزر نيم باسورد، بدخل كضيف. بالضبط، تدخلي كضيف. احيانا بكون بطيء شويه حسب سرعه الجهاز. نعم على الاكسبلورر اسرع. على العموم دخلت بصفه ضيف، هاي دخلت بصفه ضيف، راح تلاقوا انه نفس الدرس اللي انا طالبه في الواجب محضر هناك بشكل مختلف. انتوا طبعا مش رح تعملوا نقل له يعني، بس استعيني فيه. هسه انا بدي اشرح ايش معنى كلمه محاكاه، ايش قصدي في المحاكاه، ايش قصدي في المحاكاه. ففي هنا محاكاه مثلا هون الابعاد، الاشكال ثنائيه الابعاد باستخدام جيوجبرا. شايف المحاكاه حتى كاتبها محاكاه. وصراحة هذا عبارة عن كان شغل رسالة ماجستير كانت الجامعة الأردنية لطالب سعودي، وطلب إنه كيف نعمل برمجية تساعده على إنه تخلي طلاب الصف الرابع يعملوا محاكاة للأشكال الهندسية مع الواقع. كلمة المحاكاة معناته أنت بتقلد الواقع باستخدام أدوات مختلفة. إحنا هون معتمدين على الحاسوب لمحاكاة الواقع. طبعا أنت ممكن في الواجب تشيري إلى الموقع، تاخذ اللينك تقولي انا راح استعين في الموقع الفلاني، بس خذي الافكار الرئيسيه اللي بدك تاخذيها منه يعني. شايفه دخلت عليه، دخلت على الاشكال ثنائيه الابعاد. شوف كيف هو محطوطه الصفحه على شكل ايش، شكل ويب بيج منشوره، شكل ويب بيج. اقراوا انتوا عنه. طب انا بدي مثلا الدروس، شايفه بس ادخل على الدروس، انا هذا اللي بيهمني. تقدر تقرا على الاهداف التدريسيه، طريقه التدريس كذا، استفيدوا منها. هو هذا اللي انا بدكم اياه. هسه ايش اللي بدنا اياه احنا؟ مثلا الاشكال ثنائيه الابعاد، خطه حل المساله، الزوايا، المثلث. شافي يعني في عندك هنا اكثر من شغله في الموضوع. اختبار الفصل تقدر انت من هنا تشوفي ايش اللي بدنا اياه. مثلا لو اخذنا اشكال ثنائيه الابعاد اللي هو درس من الدروس، شايفه طلع لك هون ايش؟ هون شو مكتوب؟ استعد. هون الاشكال ثنائيه الابعاد، هون المضلعات، هون تاكد، اختبر نفسك. طب ما هو هيك انا بدي درسي. انا هيك بدي الدرس تبعي. يعني شيء خطه، هو خطه بس الكترونيه مسويه. انت لا مش راح تقدر تاخذي هذا الكلام يعني تصميم البرمجيات شيء شبيه فيه. شايفه هذا طبعا شغلي يعني، وعشان هيك انا بدلكوا عليه يعني، بقول لكم روحوا عليه. شوفي هون مثلا الاستعداد كتمهيد مقدمه للحصه،
عامل له انه اربط بين المضلعات وايش وعلامات المرور. لسه لحد الان ما بينت المحاكاه. شايفي هون بده يربط بين ايش؟ هاي تمهيد كتمهيد بين اشارات المرور والمضلعات. في كمان هون ممكن تسوي اشكال اخرى. مين من هذول مضلع مين من هذول مش مضلع؟ ايش شايف الاشكال اللي قدامك؟ سمي لي اياهم. احنا تنسوش احنا بصف رابع يعني بنحكي مع طلاب صف رابع. في عندي كون مثلا اشكال ثنائيه الابعاد. شايف مثلا هاي كله دايناميك. يعني الطالب الفكره من البرنامج هذا انك انت بتنزل له هذا البرنامج عنده للطالب، والطالب شو بصير يسوي؟ بصير يرسم اشكال. بس هذا تمهيد لحد الان تمهيد. الان لما ندخل على المضلعات شوفوا النشاط، هذا نشاط محاكاه. النشاط الان اللي راح يبين قدامكم هو عباره عن نشاط محاكاه. نطلع على الفيديو اللي موجود ايش بحكي بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد هنا نستخدم هذه الادوات في برنامج جوجبرا لرسم المطلعات المتوفره بالشكل يعني تقليد للبيت. سمعت ايش حكى؟ النشاط كان عباره عن انه المدرس بجيب صوره البيت بخليهم ينزلوها على الجهاز تكون مجهزه عندهم. الطلاب بيشتغلوا ثنائيات كل اثنين مع بعض على جهاز الحاسوب على البرمجيه اللي انتم شايفين قدامكم. شايف هاي الاشياء اللي طالعه قدامكم؟ هاي هذا هو برنامج الجوجبرا موجود فري بنزل بنزله الاستاذ بيكون مجهز المختبر الحاسوب. بصيروا الطلاب يعملوا محاكاه للاشكال الموجوده بالصوره من خلال البرمجيه. بعرف انه هاي دائره بروح بعمل دائره، هاي مربع بعمل مربع، مستطيل بعمل مستطيل، من برسم بايش باستخدام البرمجيه. بعدين بصير في عنده نشاط حر، ابني لي سياره، حاك السياره. فهو شو بيضطر يسوي الولد؟ يرسم رشي على الورقه خارجي، بعدين بصير يحاكيها من خلال برمجيه الحاسوب. شو الهدف الرئيسي اللي بدنا نوصل له من هذه الشغله كلياتها؟ انه يميز بين مضلع ليس مضلع، يعرف انه المضلع لازم يكون عباره عن قطع مستقيمه مغلقه، لازم يعرف انه المضلع وين موجود في الحياه، وين بنلاقي المضلعات في حياتنا اليوميه الى اخره. طبعا تقدر تشوف هون مثلا اختبر نفسك، تجي زي سؤال أسئلة وبجاوب عليها. مباشرة صح غلط؟ طبعا أكيد أكيد على طول بتلاقيها مباشر، يعني بيسأله بجاوب إنه وضعه كويس ولا مو كويس. شاب بعمل هون مثلا ستارت أساس يدخل على الامتحان. هو بس يدخل على الامتحان شايف الكرة تعتبر ثلاثية الأبعاد، رباعية الأبعاد، ثنائية الأبعاد. الكرة ثلاثية الأبعاد. برسم إجابتك صحيحة. أوكي الدائرة ليست مضلعة لأنها ليس لها أضلاع، لها ضلعان فقط، ليست مغلقة، ليس لها أضلاع. ها سبميت إجابتك صحيحة. اكتب اسم الشكل. شوف طلع كيف؟ يعني هالمرة مش إنه كله كليك كليك، فبدي اكتب كلمة خماسي. سبميت إجابتك صحيحة. هذا إلي. هذا محطوط على الموقع، محطوط على موقع قطوف فري. بدي يستخدم يستخدمه. حس قالي لا أحد يستخدموش. يعني رائع جدا. مو بأخذ جهد، هذا مش سهل بناؤه، مش سهل. يعني بتأخذ وقت قبل ما تبنيه، بس مش صعب تتعلمه. إنك أنت تبني لحالك إشي مثله. وصلت الرسالة كيف؟ عرفت شو يعني محاكاة هون؟ باختصار ببساطة هيك، أنا استخدمت برمجية بسموها دايناميك سوفت وير حرة، لأنه نخلي الطلاب يمارسوا ويتنشطوا بحيث أنهم يبنوا بيوت، سيارات باستخدام الأشكال الهندسية اللي هي مضلعات وليست محاكاة.
مضلعات. فهو قاعد ببني بتحدث عن المضلعات اللي بنى فيها والأشياء اللي بنى فيها واللي ليست مضلعات وليش هي مضلعة وليش هي ليست مضلع. هو طبعا احنا يعني بنقول لك الفكرة في المحاكاة انك انت بتعمل شيء افتراضي، يعني لازم يكون في عندك شيء افتراضي. فايش البيئة الافتراضية اللي انا سويت فيها؟ برمجية حاسوب. هاي اذا انقصت لا هاي مش محاكاة، هاي بصير قص ولزق، او ممكن تكون هاي مش محاكاة لانه حقيقي قاعد بيشتغل بشيء حقيقي. انتبه هون اللي احنا بنشتغله فيرتشوال، يعني شيء افتراضي. يعني هو لما برسم دائرة ما رسمها بايده، ما مسك الدائرة بايده، او هو طبعا مش بيقدر يمسكها، بس يعني انه مش شيء مقصوص قدام قطعة مش ملموس، فهو بيحاكيها من طبعا. هذا نوع يعني مرحلة بين مرحلتين، بين المحسوس وبين المجرد، حطيناهم مرحلة متوسطة اللي هي مرحلة انه يتفاعل مع الحاسوب انه هو يبني لحاله. فمن التغذية الراجعة اللي اجت من الاستاذ اللي طبق اللي كان عامل الرسالة، بيقول كنا نكحشهم من الصف ما يرضوش، قال بيشتغلوا منسجمين، قال اطلعوا فرصة اطلعوا مش عارف ايش، قال لا لا بدي اسوي سيارة بدي اسوي مش عارف ايش. بعدين صاروا يتطلعوا على البيئة اللي حواليهم وصاروا يقلدوا الاشياء اللي بيشوفوها. طب انت شو اللي بدك اياه في الهندسة؟ مش هدف من اهداف الهندسة انك تنمي الحس الفراغي عند الطلبة ويتعرف على مسميات الاشكال الموجودة ويعرف كيف يبنيها ويعرف علاقاتها مع بعض؟ بعدين تنسوا لو شفتوا لاحظتوا كيف الشكل دايناميك، يعني بحركه زي ما بدي. طبعا هاي بالنسبة للطالب تعتبر اداة حلوة ومناسبة في نفس الوقت. احنا كل اللي عملنا له للطالب ايش سوينا له؟ حطينا له المادة بشكل منسق